اهلا وسهلا بيكم يا شباب، معاكم محمد من تيم 5 ميديكس، وهنتكلم النهارده باذن الله عن المحاضره العاشره عندنا في الفسيولوجي مديول اندوكراين اند جيناتو يورينري. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت عن تاني طبقه عندنا في الادرينال كورتكس اللي كان اسمها الزونه فاسيكولاتا. كنا بنقول الزونه فاسيكولاتا دي طبقه اسينشال فور لايف. ليه؟ لانها بتطلع عند الجلوكوكورتيكويد 95% من الجلوكوكورتيكويد اللي بتطلعها بتكون عباره عن كورتيزون، والكورتيزون قلنا ان هو مهم عندي علشان مواجهه مصاعب الحياه، مهم عندي علشان الاستريس. هنتكلم بقى عن تالت طبقه عندنا اللي هي الزونه ريتيكولاريس. قال لك ان انا عندي الزونه ريتيكولاريس دي بتكون نايس سينشر فور لايف، مش مهم عندي عشان الحياه. ليه؟ قال لك ان هي بتطلع عندي السكس هرمون، بتطلع عندي مثلا اللي هو الميل سكس هرمون اللي هو مين؟ بتطلع عندي الاندروجين، وبتطلع عندي الفيميل سكس هرمون اللي هو البروجسترون والاستروجين. طيب ده معناه ايه؟ قال لك ان انا عندي ممكن يكون الميل بالرغم ان هو راجل ممكن يكون عنده فيميل سكس هرمون، والفيميل بالرغم ان هي ست ممكن يكون عندها اللي هو الميل سكس هرمون. تمام، عشان كده بيقول لك مفيش راجل بيكون راجل 100% ومفيش ست بتكون ست 100% نتيجه لوجود الايه، الهرمونات اللي بتطلع عندي من الزونه ريتيكولاريس. بس ايه اللي بيطلع عندي اكتر؟ قال لك ان انا عندي الزونه ريتيكولاريس دي بتطلع عندي مينلي كميه كبيره جدا اندروجين، بتطلع عندي كميه ضئيله جدا بتكون عباره عن بروجسترون واستروجين. تمام، طيب ليه ربنا دلوقتي خلى عندنا ان الميل مثلا يطلع عنده فيميل سكس هرمون اللي هو البروجسترون والاستروجين، وخلى في الفيميل يطلع فيها الاندروجين؟ تعالوا نبدا اول حاجه بالفيميل. ايه اهميه الاندروجين ان هو يطلع عندي من الادرينال كورتكس الفيميل؟ قال لك ان احنا هناخد في الريبرودكتيف ان الفيميل عشان تصنع عند الفيميل سكس هرمون اللي هو الاستروجين، لازم اول حاجه يتصنع عندي على صوره اندروجين، والاندروجين ده ناخده نقوم جايين محولينه عندنا لايه؟ الاستروجين. تمام، يبقى دي الفايده الاولانيه، يبقى ما ينفعش الاستروجين يتصنع غير من اندروجين. تمام، طب دي اول فايده، دي اهميه الاندروجين في الفيميل. طيب ايه اهميته في الميل؟ قال لك ان انا عندي اهم عمليه في الميل اللي هي عمليه السبرماتوجينيسيس اللي هي الانتاج بتاع السبرم، لازم بيكون موجود عندنا سمول اماونت من الاستروجين عشان تعرف تتم. تمام، فهو كده بالظبط، دي اهميه وجود دي. عشان كده ربنا خلى ان في شويه هرمون انثوي بيكون موجود عندي في الميل، وفي هرمون ذكري بيكون موجود عندي في الفيميل. تمام، طيب احنا نتكلم اول حاجه هنتكلم عن الادرينال اندروجين. احنا عارفين هو بيطلع عندي من اماكن ثانيه غير الادرينال كورتكس، عشان كده لازم لما نيجي نتكلم نقول ادرينال اندروجين. ليه هنتكلم بس عن الاندروجين؟ احنا قلنا ان هو بيكون ميل اللي بيطلع عندي اندروجين، والكميه قليله جدا بتطلع عندي ايه، لا تذكر استروجين وبروجسترون. احنا هنتكلم ايه عن الاندروجين؟ هو بيطلع عندي اكتر حاجه. تمام، زي ما اتكلمنا مثلا في جلوك كورتيكويد اتكلمنا عن الكورتيزول بس. تمام، قال لك ان هو مهم عندي في الميل عشان، والميل فضله التشايلد هو لسه صغير قبل مرحله البلوغ، بيساهم عندي في التطور بتاع الميل سكس اورجان. طيب ايه كمان؟ قال لك ان هو بيحفز عندي الايه، الماسكلينايزنج افكت، يعني ايه اللي هو التاثير بتاع الذكوره، يعني يزود فيه حاجات مثلا اللي هي زي ايه، الصوت، الشعر، ما اعرفش ايه، كل الحاجات دي هو بيزودها. تمام، طيب بيعمل ايه كمان؟ كنا خدنا في المحاضره بتاعه الجروث هرمون، كنا قلنا اهم هرمون للجروث، اهم هرمون للانابوليزم كان مين؟ كان الجروث هرمون؟ لا، كنا بنقول اهم واحد عندنا الانسولين، تاني اهم واحد اللي هو الجروث هرمون، تالت حاجه اللي هي السكس هرمون. تمام، مهمه عندي عشان بتعمل عندي بروتين انابوليزم وجروث. تمام، طب دي الوظيفه الثالثه. طيب بتعمل عندي ايه كمان؟ قال لك ان انا عندي الاندروجين ده في شويه عندنا بيقوم جايين متحولين عندنا التستوستيرون اللي هو الايه؟ الميجور ميل سكس هرمون. تمام، بس ده ما بيحصلش عندي في الادرينال كورتكس، بيحصل عندي في اكسترا ادرينال تيشو، يعني بيتصنع عندي في الادرينال كورتكس يتصنع عندي اندروجين، والاندروجين ده يتاخد بره يتحول عند التستوستيرون. تمام، طيب نكمل، دي الفوائد بتاعته في الميل. طيب ايه فايدته بقى في الفيميل؟ زي ما احنا قلنا من ضمن الفوائد ان هو بنساهم في التصنيع بتاع الاستروجين، مهم عشان التصنيع بتاع الاستروجين. طيب ايه كمان؟ قال لك ان هو مهم عندي علشان البيوبيك والاكزيلاري هير، النمو بتاعهم اللي هو شعر الابط والعانه. تمام، طيب ايه كمان؟ كنا خدنا في مديول البلد ان هو بيحفز عندي عمليه الاريثروبيسيس، عمليه الايه؟ الانتاج بتاع الار بي سيز بواسطه الايه؟ البون مارو. دي هي الوظائف بتاعت الاندروجين. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن الريجوليشن بتاعت الادرينال اندروجين سكريشن، امتى يتفرز عندي؟ احنا عارفين بكل بساطه ان احنا عندنا الادرينال اندروجين ده بيطلع عندي من الزونال ريتيكولاريس، الزونال ريتيكولاريس بتكون جوه الادرينال كورتكس، والادرينال كورتكس عشان تعرف تطلع السكريشن بتاعها كان بيتحكم فيها مين؟ اللي هي الانتيرور بيتيوتري. تمام، فبالتالي الانتيرور بيتيوتري لازم تطلع عندنا اللي هو الاي سي تي اتش علشان يحصل عندي ان الادرينال كورتكس تطلع عندي الادرينال ايه؟ اندروجين. تمام، طيب يعني مين اللي بيتحكم عندنا؟ اللي هو الاي سي تي اتش. طيب هيجي لي واحد يقول لي مش المفروض الاندروجين ده عباره من السكس هرمون يعني يتحكم فيه اللي هو الجونادوتروبين بيطلع عندي مثلا من التستس؟ قال لك لا، قال لك ان احنا عارفين هو بيطلع عندي من مكانين، من الادرينال كورتكس ومن التستس، فبالتالي
في التستس يطلع عندي بواسطه الجلوتروبين سكريشن، ولكن في الادرينال كورتكس بيطلع عندي بواسطه الاي سي تي اتش. طيب بيطلع عندي امتى؟ قال لك ان هو بيطلع بكثره اثناء الايه؟ الفيتال لايف، عشان يحفز عندك الماسكلينايزنج افكت، يعني يحفز الذكوره، يزود مظاهر الذكوره. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف، لو حصل عندي مثلا ان الادرينال اندروجين ده زاد السكريشن بتاعه، حصل عندي هايبر سكريشن نتيجه مثلا لتيومر، ده هيؤدي عندي الايه؟ قال لك هيؤدي عندي الحاله مرضيه اسمها ادرينو جينيتال سيندروم. تمام؟ بتحصل عندي ايه؟ قال لك ان الحاله دي اهم حاجه بتسببها، احنا عارفين ان الادرينال كورتكس بتطلع عندي مينلي اندروجين وكميه صغيره جدا ايه؟ استروجين وبروجسترون، فده هيؤدي عندي الى زياده مظاهر الايه؟ الذكوره. تمام؟ طيب ده هياثر عندي على مين؟ هل هياثر عندي على الادلت ميل؟ الادلت ميل عندي مثلا لو زادت مظاهر الذكوره، يعني مثلا بقى عنده دقن، بقى عنده لحيه، الصوت بتاعه بقى خشن، دي كلها حاجات طبيعيه فيه مش هنعرف نشخصها. قال لك ان انا ما بعرفش اشخص الحاله ديت في الادلت ميل. طيب بشخصها فين بقى؟ قال لك بتبان قوي في الفيميل وفي البري بيوبرتال بوي. تمام؟ البوي اللي لسه، اللي هو الطفل الصغير اللي لسه ما بلغش. تمام؟ اول حاجه هنبدا بيها، هنبدا بالفيميل، بيعمل عندي ايه؟ قال لك ان هو بيسبب حاله مرضيه اسمها ايه؟ فيريليزم. قال لك ان الحاله ديت بتبقى الست فيها بيزيد فيها مظاهر الذكوره وبتقل فيها مظاهر الانوثه. يعني ايه؟ اول حاجه هنبدا ان احنا قلنا اول جمله بتزيد فيها مظاهر الذكوره، يعني قال لك ان كميه الشعر اللي بتكون موجوده فيها بتزيد، بيحصل عندها النمو بتاع الشعر بيكون شبه الراجل. يعني ايه؟ بيحصل عندها النمو بتاع اللحيه، الشنب، التوزيع بتاع الشعر اللي في الجسم كله هيكون شبه الايه؟ شبه الميل. طيب بيحصل ايه كمان؟ قال لك ان كمان في حاجه اسمها الكولاترس، ده بيمثل عندي في البينس في الفيميل، ده برضو بيزيد النمو بتاعه. طيب بيحصل ايه كمان؟ قال لك ان الصوت بتاعها هيبقى خشن. طيب ايه كمان؟ قال لك ان احنا برضو من ضمن المظاهر اللي عندنا، احنا عارفين ان السكس هرمون كان بيعمل عندنا ايه؟ بروتين انابوليزم، فبالتالي هيزيد عندها الايه؟ هيزيد عندها البروتين انابوليزم، فبالتالي هيحصل عندها ان كميه العضلات والحاجات دي هتبقى العضلات بتاعتها شبه الرجاله والجسم بتاعها شبه الايه؟ الرجاله. تمام؟ يبقى دي اول حاجه، يبقى احنا اول حاجه زياده مظاهر الرجوله. طيب حصل ايه في مظاهر الانوثه؟ قلت البريست بتاعها الحجم بتاعه بقى صغير. طيب اليوتراس، قال لك ان اليوتراس راح حاصل له اتروفي. طيب اليوتراس ده كان المبعث بتاع الدوره الشهريه، فبالتالي هيحصل للست دي ايه؟ هيحصل لها امينوريا. تمام؟ طيب وايه كمان؟ قال لك ان بيزيد عندي الاكسكريشن بتاع مركب اسمه 17 كيتوستيرويد. المركب ده مهم جدا 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 عشان الدايجنوزس، يعني انت ممكن تلاقي ست مثلا عندها شعر في الشعر، عندها دقن، عندها شرب، ممكن تلاقي ست مثلا الصوت بتاعها بيكون خشن، ممكن تلاقي ست عندها عضلات، ممكن تلاقي ست البريست بتاعها صغير، حصل لها اتروف اليوترس، كل الحاجات دي ممكن تحصل في اي مرض تاني، لكن اهم واحد اللي يخليني احلف باغرز الايمان ان الست دي عندها ادرينو جينيتال سيندروم لو خدت منها عينه بول ولقيت الكميه بتاعه ال 17 كيتوستيرويد دي زايده عندي قوي، فده يخليني اشخص ان الحاله دي ادرينو جينيتال سيندروم. تمام؟ طيب كده احنا اتكلمنا عن التاثير بتاعها في الفيميل، تعالوا بقى نخش في الحاجه اللي بعد كده اللي هي في البري بيوبرتال بوي. يحصل ايه؟ قال لك ان انا عندي بيأدي عندي الحاله مرضيه اسمها بريكيوشيس سودو بيوبرتي. يعني ايه؟ بريكيوشيس يعني مبكر، وبيوبرتي يعني ايه؟ يعني بلوغ. اول حاجه هيأدي عندي الى بلوغ مبكر، يعني ايه؟ قال لك ان انا عندي الشخص ده ممكن تلاقي عمره 5 6 سنين، وقال لك ان هو هيكون مثلا عنده دقن وعنده شنب وعنده الصوت بتاعه خشن، وقال لك ان حصل عندي ديفلوبمنت للميل سكس اورجان، وهيحصل كمان ان هو بيكون عنده غريزه جنسيه، كل الحاجات ديت زادت عنده نتيجه لايه؟ نتيجه لزياده الاندروجين. تمام؟ طيب دي اول حاله عندنا، ايه الخطر في كده؟ يعني لما يبقى عنده شنب وعنده دقن وما اعرفش ايه المشكله عليه؟ قال لك اول مشكله هتؤدي عليه، هتؤدي عنده المشكله نفسيه. ليه؟ قال لك ان هو دلوقتي عمره 5 سنين وعنده شنب ودقن، هل بالتالي هيعرف يقعد مع الناس اللي على قد سنه، هو مثلا 5 6 سنين زيه؟ لا، هم التانيين مش هيبقوا متقبلينه. ليه؟ هم شايفينه شخص كبير، الصوت بتاعه خشن، عنده دقن، عنده شنب، فهم مش حاسين ان هو في نفسهم مش حاسس ان هم 5 6 سنين زيهم بالظبط، وبالتالي برضه مش هيعرف يقعد مع الناس اللي اكبر منه لان هم عارفين ان هو 5 6 سنين. هيعمل ايه؟ قال لك ده هيأدي عنده الخلل النفسي. طيب كنا بنقول ان هو ايه؟ بريكيوشيس سودو. ليه سودو؟ قال لك ان انا عندي بالرغم ان هو زايد عنده الادرينال اندروجين، عنده نو تستيكولار فانكشن. يعني ايه؟ قال لك ان انا عندي لما زاد عندي الادرينال اندروجين ادى عندي الى الليفل بتاع ال LH وال FSH، هما الاثنين قل الليفل بتاعهم، فبالتالي راح جاي عامل عند الجوناتس، عمل الجوناتس ايه؟ عمل لها اتروفي، فبالتالي التستس هتفقد الفانكشن بتاعتها. يعني هيحصل عندي الجوناتس مش هتطلع عندي، فبالتالي هيبقى نو تستيكولار فانكشن. تمام؟ طيب وبكده نكون خلصنا كل المظاهر ليها علاقة بالأدرينو جينيتال سيندروم.